عن إيمان. غزة وفلسطين اليوم الجزائر معها بالكلمة برك. شوفوا جيش في أكاديمية عسكرية كيفاش يشارك في الدفاع على غزة. شوفوا ليه ويعني الشيء يخليك تندهش كيفاش الجيش الجزائري يدافع على فلسطين. اسمع شوف. الله لا يتربحكم يا ولاد الحرام، رخصتوا الجيش الجزائري لهذه الدرجة يضيف في أكاديمية عسكرية داير هكذا ويجري وغزة غزة زاروحنا اللي كانت الجزائر باش لاغمها، اللي كانت الجزائر باش لاغمها باش الناس تعرف. لكن اللي قال انت بومدينيست ونص يروح نص يبقى بومدينيست، لانه الجزائر ما كانتش حاجه. شوف الجزائر كيش كانت، شوف كيش كانت استغل، استعملت كل الاسلحه حتى تقول بانها خسرت المعركه او خسرت الحرب. نقول قلنا بالامس لا، ما خسرناش الحرب، لان ما استعملناش كل الوسائل نتاعنا، ما خسرناش الحرب لان ما استعملناش كل الاسلحه. شوف وين كان يخطب، ما بعثناهمش بريه، ما بعثش بريه. الخطاب هذا تلقاه في قسم الحكومه في لو فوروم فوق لا غروند بوست. وشو الغاشي اللي كان ليه؟ ما بعثلهمش بريه كيما ولد الحرام هذا تاع تبون يخطب عليهم في ساحه عموميه. واحنا نقولوا العرب سلاح واحد، يبلعوا البترول فقط مده عام من اجل الشرف العربي. بعد هزيمه 5 جوان واصلت اسرائيل في تنفيذ استراتيجية التوسع باعتداءاتها المتكررة على المدن المصرية الواقعة على ضفاف قناة السويس، ولم تتردد القوات الصهيونية في ضرب المنشآت المدنية والسكان العزل، بل وحتى الأطفال في المدارس. شوف هنا الجيش الجزائري ما كانش يضيف في الأكاديمية العسكرية يقولوا غزة غزة. شوف في قناة السويس واش دار الجيش الجزائري في مصر. استغل، خذ دروس، ماشي بالكلام، اللي دافع واللي يحارب ماشي باللسان. شوف في هذه الظروف الحالكة صمد الشعب المصري وصمدت إلى جانبه القوات العربية، وقد بقيت وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري مرابطة في منطقة القناة تصد إلى جانب القوات المصرية اعتداءات الصهاينة. وهذه وثيقة صوتية سجلها مندوب التلفزيون في ذلك الوقت حول المعارك في منطقة السويس. الأحرار
من خط النار نحدثكم من على بعد أمتار معدودة فقط، ونحن بجانب ومع إخواننا أبطال الجيش الوطني الشعبي، حيث يقفون أسودا على خط النار يردون على العدوان الإسرائيلي الغادر. وهذه المدافع التي حدثناكم عنها أمس والتي زرناها أمس وتحدثنا مع أبطالنا، هؤلاء الأبطال الذين استرخصوا حياتهم الغالية، إنها الآن بالضبط بتوقيت الجزائر الساعة الثالثة من يوم الجمعة 14 تشرين الجاري، وقد تم الاعتداء الإسرائيلي مرة أخرى على الأراضي العربية اليوم في الصباح الباكر، وكانت المدفعية العربية بالمرصاد ترد العدوان الغادر، وبجانبي وضمن القوات العربية كانت المدفعية الجزائرية تسجل كعادتها بطولات مجيدة خطيرة. شفتوا الجيش تاع الجزائر الثورية والجيش تاع الجزائر الجديدة التبونية، شفتوا الفرق؟ بعدين السلاح في الميدان، في الميدان السي شي كلام فارغ. راح نبعث لي قال لي الجيش الجزائري ما شاركش في حرس 67، شاركت انت مش ما نقولكش حاجة أخرى. شوف يعني الجيش الجزائري واش دار في 67 واش دار في قلت نوقف بعد نشوفه في 73. شهادة مصرية، شهادة التلفزيون المصري. قبل ما نعديو لهذه نوري لكم احد ابطال الجيش الجزائري اللي كان في قناة السويس رفع السلاح بعد ما رفعوا ضد الجيش الفرنسي اثناء ثورة التحرير. بعد الفاصل. هشام عباس، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.